قاعدين فيه. في العربيه؟ انتي مراتي، ده جواز رسمي، لا هو عرفي ولا مسيار ولا رفق. في بيتنا وبعد الدخلة. عاوزاني اخونك يعني؟ انا محتاج ده وانتي كمان محتاجة ده، حق مشروع لينا احنا الاتنين. انا ما باخدش العفو، ما انا هعمل. ما تخافيش، انا عامل حسابي. حصل، ما اقدرش انكر انه كان لقاء جميل ولذيذ ومدهش. على قد ما كنت خايفه ومتردده الا اني انبسطت. بس انا قلت له دي اول مره واخر مره. بصراحه كنت بفرح لما بيقول لي شقه ماما وحشتني. عمري ما روحتها الا ورجعت مبسوطه لغايه يومنا كده. على فكره يا ادى، احنا لازم نعمل الدخلة في اسرع وقت. ما انا مستعجل المهندس اللي بيشطب الفيلا. يا حبيبي مش مهم الفيلا، انا مستعدة اتجوز ان شاء الله في شقة امك. ايه سبب التحول المفاجئ ده؟ سببه ان حمل في شهرين، ومن هنا ورايح بطني هتبتدي تعلم الناس. حتى بقول ايه يا ناهد، اعرف منين ان الحمل بتاعك ده مني؟ انت اتجننت؟ انا راجل عقيم ما بخلفش. كان ممكن تفضلي محترمه وراسك مرفوعه، بس انت اللي جبتيني نفسك وخدتيني في الرجلين وراكي، فضحتينا. ماما ده جوزي، جوزي العقد الشرعي وعليم العيله كلها. والمصيبه اللي ما بعدها مصيبه انه ما بيخلفش. يبقى ابن مين ده يا بنت الاكابر؟ ماما انت اضرب بنتك. ما هو يا انت كدابه يا هو نصاب. لا لا، انا عمري ما كنت كدابه، ودي اول علاقه ليا مع راجل. انا مستدينه مريم عشان احمل بنفخه من روح ربنا. تبقى هو مجرم، اطلبيه.
اطلبي منه الطلاق، بعد كده المستخبي حيبان. طلباتك يا دكتور ناهد. حكاية انك ما بتخلفش دي الحمد لله ممكن يثبت لك الحقيقة ويأكد لك ان الجنين اللي في بطني ابنك. انا عاوز الطفل. ابوه اولى بيه. انت ابوه. لو كررت الكلام ده كمان مرة هعتبرها اهانة وهحاسبك عليها. قسوة. خلاص طلق. وكرامتي؟ كرامتك مالها؟ كرامتك انتي عارفه لما الست تخون جوزها بيبقى شكله ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ 3 مليون جنيه. انت مش محتاج تبقى نصاب ولا صياد عوانس، ليه بتعمل كده؟ هو اللي يحاسب مراته على خيانتها يبقى نصاب وبتاع عوانس؟ 3 مليون دول تمن الاهانه يا دكتوره. دكتور ادهم، انا عندي عيله لا يمكن تسمح لك انك تتمادى في تصرفاتك دي اكتر من كده. خلاص يا محمود ارجع العربيه. ده تهديد ده؟ اعتبره تحذير. عيلتك دي هتخش الجحور زي الفيران بالظبط لما اعلن عن فضيحتك. الدكتورة اسميها حنان طبيبة أمراض نساء وصديقة ليا. أول ما شافتني عرفت أنا شايلة هم قد إيه.